شو الاسامي معلم؟ محمد الله يرحمه. حاليا والله الوضع سيء الى أسوأ. حاليا تولي تمشي في الطريق تسمع تنمر وتسمع اهانات برا روحوا لبلادكم والوضع ولا لا يطاق. هنا انا ناشد المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين انه لقد طفح الكيل، طالما ولا يعني راي عام انه الشعب التونسي ما هوش حاب اللاجئين في بلادنا بيشجلونا ان شاء الله حتى للنيجر حتى لرواندا.